المستريح هنا. خلي بس المريض قلت الأطباء السوريين طبعاً شغلة مهمة جداً للحاجة لهم خاصة بالأرياف وخاصة بالنواحي والأغذية اللي موجودة الشحة اللي كانت حاصلة بالعكس الأطباء السوريين قدموا خدمة وسدوا هواية حاجة كذلك مطالبات الأهالي اللي جاي توصلنا والمناشدات بهذا الخصوص احنا تداولنا بهذا الأمر وكذلك راح يوم الأحد إن شاء الله عندنا مداولة مع مدير الصحة والقانونية بخصوص هذا الأمر ونريد نشوف وين وصل موضوعهم ثانيا هم ثلاث وجبات اللي موجودة فإن شاء الله إن شاء الله نحاول بكل الطرق إنه نجدد موضوعهم كذلك هم مع المنافع الاجتماعية رواتبهم تجي عن طريق وزارة النفط فإن شاء الله ماشيين بهذا الاتجاه هم ماضين بتجديد العقد لهم حتى دي بتنفس لما تصير